كابتن بلال الف مبروك. قلنا فوز غالي وفوز مستحق وثلاث نقاط ثمينه للنادي الاهلي يواصل بيها مشواره في الدوري العام. ولكن انت قلت جمله من قبل المباراه، المباراه دي هي اللي سمحت او فرقه المقاولين هي اللي سمحت لمستر كولر ان هو يعمل التغييرات دي او يبقى عنده الجرأة ان هو يعمل التغييرات دي. صحيح مظبوط يا كابتن. طب الاول مبروك للنادي الاهلي. هي المباراه دي من وجهه نظري انا بسميها مباراه الثلاث نقاط بس فقط لا غير. بالظبط تمام، انت لازم تحقق هدف معين، ما بدورش فيها على اداء، ما بدورش فيها على طريقه لعب وامكانيات وقدرات لعيبه ومهارات وعايز اجرب فيها حاجات، لا انا بدور على الثلاث نقاط. طب ماشي، انا كنت عايز اسالك سؤال بس بسيط في وسط الكلام ده، هو انت في وسط التغييرات الكتير دي هل كنت تتوقع ان الاداء يكون افضل من كده؟ لا لا حقيقي لا 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 مش متوقع طبعا الاداء يكون افضل. عندك اسباب؟ لا من الاسباب واضحه مش موجوده عندي، عند كل الناس مش عندي وعندك وعند كل الكباتن. وضع طبيعي، انت النهارده مغير 9 لعيبه تمام، يعني النهارده مين النهارده؟ خلينا نبص على التشكيله كابتن ونتكلم. امام عاشور تاني مباراه ليه تمام بعد غيابات كبيره جدا، فبالتالي هيديك شوط اول زي ما اداك نموذجي، والشوط الثاني المستوى البدني بيقل تمام. مودست بعيد بقاله فتره تمام. احمد نبيل كوك ما بيلعبش. محمد هاني النهارده كان يعني اداؤه جيد وسجل هدف اوكي تمام حلو. كريم الدبيس ما بيلعبش بقاله فتره. احمد عبد القادر ما بيلعبش بقاله فتره. طاهر محمد طاهر ما بيلعبش بقاله فتره. فانت بتتكلم على عدد كبير من اللعيبه تمام ما بتلعبش بقالها فتره، فازاي هيديني مستوى مختلف؟ ازاي انا هنتظر النهارده ان انا اعمل جيم تكتيكي عالي جدا او جيم فني رائع جدا؟ لا انا النهارده بعمل جيم غيرت. النهارده الهدف من المباراه ايه النهارده كابتن ايمن؟ هم هدفين من وجهه نظري الشخصيه لمستر كولر. الهدف الاول ان انا اكسب طبعا المباراه اخد الثلاث نقاط ده وضع طبيعي، لكن يعني يزام له هدف تاني ان انا اعمل تغييرات ورايح اللعيبه واخرج يعني وما اضغطش عليه المباراه بعد خروج تمام من الدوري الافريقي بعديه قبلها ب 48 ساعه. المباراه كانت لسه يوم الاربعاء تقريبا. يوم الاربعاء تمام، والنهارده عندك مباراه، فريح اللعيبه تمام وما اضغطش عليهم كمان بزياده تمام، واديهم فرصه للراحه تمام، وخلي واعمل تبديلاتي تمام، وفرصه بالنسبه لي ان المقاولين اقل بكتير جدا من اداء ومستوى النادي الاهلي تمام. يبقى انا كده عملت واكسب المباراه، يبقى انا كده عملت كل اللي انا عايزه. بالظبط، يبقى انا كده عملت كل اللي انا عايزه. هل انت بتدور النهارده على نقاط فنيه عاليه؟ لا طبعا اكيد لو بتدور على نقاط فنيه عاليه مش هتلاعب اللعيبه دي كلها. ده وضع طبيعي. ايوه، اصل انت مش مجبر انك تلعب اللعيبه دي كلها او التغييرات دي كلها، انت مش مجبر تغيرها لان انت عندك اوريدي اللعيبه اللي انت بتلعب بيها بشكل اساسي هم موجودين عندك، او انت خرجت البعض منهم لان انت عايز تديله راحه، مش عايز تضغط اللعيبه ورا بعض تمام. فجت فرصه بالنسبه لك انك تلعب المقاولين العرب، فريق ضعيف من وجهه نظر الشخصيه، ضعيف فنيا، كنت تقدر النهارده تكسب المباراه 3 4 5. الماتش راح في الاخر ان في ركله جزاء وخمس دقائق وقت اضافي وفيش، ولكن مش مقلق بالنسبه، لكن انت الافضل طول المباراه. يعني هو ما عندوش، خد بالك المقاولين بيحاول يلعب كره حلوه تمام، بيحاول يباص من رجل لرجل وبتاعه ويلعب على الخط، لكن هل في خطوره حقيقيه على مرمى النادي الاهلي؟ هل النهارده مصطفى شوبير اختبر النهارده تسديده بس من وشايه تسديده من اخر الدنيا تمام، يعني كره كويس. يعني ملعوبه من عند خط الاوت الناحيه الثانيه، يعني تعامل معاه مصطفى بشكل جيد صحيح. ولكن مش دي الكره الخطر اللي ممكن تقول ايه نسبه ان هي تخش الجول نسبه 70 80%. لا طبعا استحاله يعني، فبالتالي هو ما كانش خطر عليك النهارده. لكن يعني انت الهدف الحقيقي من المباراه من وجهه نظر الشخصيه تمام ان انت حققته النهارده، هو المكسب النهارده. خرجت النهارده بالهدف الرئيسي بالنسبه لك ان انا كسبت المقاولين العرب في مباراه انا بريح فيها اللعيبه بتاعتي، في مباراه بدي فرصه للعيبه ثانيه، في مباراه ببعد الضغوطات عن اللعيبه اللي لعبت بشكل اساسي الفتره اللي فاتت دي واللي لعبت بطوله افريقيا واللي كانت بتلعب كل 3 4 ايام مباراه، بحاول اريحهم، بحاول اديهم قسط من الراحه، وده خد بالك شيء ايجابي. والتوقيت بتاع التغيير توقيت مناسب من وجهه نظري، قلت لك الكلام ده قبل المباراه بتبتدي، قلت لك يعني ده التغيير المناسب. يعني انت لو بتتكلم كابتن عادل قال نقطه مهمه، قال لك احنا بنيجي بعد كل اخفاق، يعني بعد كل يعني بطوله كبيره بتيجي في اخفاق، لكن النهارده الفرقه ساعدتك انك تغير وانت مستريح.
يعني اكيد مستر كولر بص على فرقه المقاولين العرب وشاف قدراتها وشاف امكانياتها وشاف هل الفرقه دي ممكن تمثل خطوره بالنسبه له، ولا لو عمل التغييرات التسعه اللي موجودين هل ممكن يبقى في مشكله على فرقه النادي الاهلي ولا لا، وبالتالي اخذ القرار. اكيد اخذ قرار في مصلحه الفرقه، الموضوع طبيعي، انا متاكد 100% ان القرار اللي اخذه بتغيير يعني بتغيير اللعيبه وانك تدي راحه للعيبه، اكيد هو درس فرقه المقاولين العرب وعارف ان هو لو غير عدد كبير من اللعيبه مش هيبقى في ازمه كبيره في المباراه، واللي ساعده نوعا ما الخصم النهارده طبعا، وانه ممكن يخرج بالثلاث نقاط النهارده. والاهلي النهارده على فكره الاهلي النهارده كان افضل هو الافضل طبعا، الاهلي كان افضل، الاهلي كان مستحوذ بشكل كبير، بيستلموا بيحاولوا في بعض الاوقات بيحاول المقاولين العرب انه يتواجد في المباراه بشكل فيه خطوره، لكن ما استطاعش انه يحقق يعمل خطوره على النادي. حتى الجول اللي جه جول من ركله جزاء كان ممكن نتلاشاها، يعني مش كوره مثلا اتلعبت وجت في العرض او اتلعبت بالعرض واتحطت جول وحد لا ده كوره مش هجمه منظمه يعني بالظبط، مش هجمه منظمه بالزبط. مش ناتجه عن تكتيك بيعمله فرقه عمله المقاولين العرب وقدر يوصل بيه لمرمى مصطفى شوبير، لا النهارده الاهلي كان وجهه نظري افضل، الاهلي النهارده استحق الثلاث نقاط. المباراه اللي جايه لعب تقريبا سيراميكا اعتقد سيراميكا كليوباترا، المباراه يعني اصعب شويه هنتكلم عليها بعد شويه علشان كمان سيراميكا طالع من مكسب كبير امبارح طالع من مكسب كبير وكسبان بيراميدز، فرقه كويسه فرقه جيده، هي الاول دلوقتي على جدول الترتيب صحيح. افضل من يعني انا من وجهه نظري ان المنافس برضو السنه دي بالنسبه لك القريب منك بيراميدز مش الزمالك يعني الزمالك من وجهه نظري الشخصيه فريق عادي السنه دي يعني او اقل من العادي يعني الترتيب بتاعه 6 7 8 ممكن بتكلم على امكانيات وقدرات اللعيبه مش بتكلم على مقارنات ما بينه وما بين النادي الاهلي لا طبعا تمام فالنهارده انت الفريق اللي بينافسك هو بيراميدز النهارده هم جايين يعني هتلاعب فريق المباراه اللي جايه يعني منظم كسبان زي ما انت بتقول بطل يعني كسبان اول الدوري في الوقت الحالي فممكن المباراه تكون صعبه فاعتقد هتحتاج انك ترجع لعيبه مره ثانيه بس لسه خلي بالك مشوار الدوري طويل اكيد طبعا والزمالك ممكن يرجع وممكن تلاقي بيراميدز تاثر بعض الشيء في ممكن يعني ممكن يعني ممكن متغيرات كتير تلاقيها في انا كلامي على الوقت الحالي انا بتكلم الست مباريات اللي اتلعبوا المنافس بتاعك هو بيراميدز في الوقت الحالي